ودلوقتي وصلنا لأول فقرة حوارية معانا في صباح الورد، وفقرة مهمة جدا جدا وتحديدا لكل يعني أولياء الأمور. أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تنفيذ مشروع مجموعات للتقوية وبأسعار مخفضة جدا في مراكز الشباب التعليمية، وده طبعا بانتقاء عناصر متميزة من خبراء المعلمين ووضعي الامتحانات وكمان مقدمين البرامج التعليمية بالقنوات التعليمية ذوي الكفاءة المهنية. طبعا احنا محتاجين فعلا ان احنا نرجع القنوات التعليمية بتاعة زمان، ونرجع كمان المجموعات التقوية اللي في المدارس اللي احنا كلنا تقريبا اتربينا عليها. يعني احنا كنا زمان محدش كان فينا بياخد، يعني كان اللي بياخد درس خصوصي ده كان يعني بيبقى خلاص، ده بيبقى فعلا اللي هو الشخص الفاشل بقى خالص. كل ده هيتم بمقابل، الحقيقة هيكون مقابل رمزي جدا، هيوصل للماكسيمم بتاعه 15 جنيه في الحصة أو في المجموعة الواحدة. خلينا نتعرف عن أكتر عن خطة مجموعات التقوية من ضيفنا اللي هيكون منورنا النهاردة، الأستاذ كرم عفيفي المدير العام بالإدارة المركزية بالبرلمان والتعليم المدني وبوزارة الشباب والرياضة. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الورد. أهلا بحضرتك. صباح الورد عليك يا فندم وأهلا بيك. وطبعا في البداية يعني قبل ما نبدأ أسئلتنا عايزة أحييك وأشكرك، وكمان أشكر كل القائمين على وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة على المشروع الرائع والمحترم ده، ويمكن هو يعني عامل صدى كبير مع أولياء الأمور، وده احنا دايما بنتابعه على السوشيال ميديا. خلينا نتكلم أكتر عن المشروع وكمان عن تفاصيله، عن مجموعات التقوية للطلاب. هو حضرتك أولا دي كانت مبادرة بتكليف من السيد رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الشباب والرياضة تتولى هي وزارة التربية والتعليم تنفيذ مراكز تعليمية عوضا على السناتر التعليمية اللي موجودة اللي بتاخد تكاليف باهظة من الطلبة، بالإضافة على موضوع الدروس الخصوصية اللي هي تقريبا بتلتهم يعني مبلغ كبير جدا من داخل الأسرة المصرية. الحقيقة بدأنا هذا المشروع في ثلاث مراكز في القاهرة والجيزة، اللي هو مركز شباب الجزيرة ومركز شباب حلمية الزيتون ومركز شباب إمبابة. تم انتقاء مجموعة من السادة المعلمين على مستوى عالي جدا من الكفاءة، على مستوى عالي جدا من القبول لدى الطلاب، على مستوى علمي محترم، هم مقدمي البرامج التعليمية في التلفزيون، بالإضافة لأن يعني اللي هم المشهورين في أماكن التنفيذ في سواء كان في منطقة حلمية الزيتون أو إمبابة أو الجزيرة. إحنا بننفذ هذا المشروع، المحاضرة ثلاث ساعات بياخد الطالب فيها الملزمة أو الملخص بتاع الدرس الخصوصي مجانا من وزارة الشباب والرياضة. الطالب بيدفع مبلغ 15 جنيه طبعا مقارنة بما يتم دفعه في المراكز التعليمية الخارجية، فده بيعتبر مبلغ زهيد جدا. ماشي، انا عايزه بس اقف عند النقطه دي، و15 جنيه وحضرتك بتقول ان مده الحصه او مده المحاضره 3 ساعات. معلش خلينا نتكلم كده او ننزل على ارض الواقع، ويمكن برضو ممكن نخلي المشاهدين يشاركونا يعني في الحوار بتاعنا، ومن خلال الـ الارقام اللي تظهر قدام حضراتكم على الشاشه او من خلال الاس ام اس 9207. معلش ننزل ارض الواقع كده شويه، و15 جنيه في 3 ساعات هيبقى فيه كام طالب؟ ولما يبقى فيه كم طالب، المدرس حضرتك بتقول هتجيب مدرسين متميزين او مدرسين نعم. المعروفين في المواد دي. معلش انا لما ابقى مدرس جاي الحصه ب 100 جنيه فيها يعني الطالب ب 100 وحصه تانية ال 15 دي هيبقى ماكسيمم بالكتير قوي كام؟ هيبقى فيها ايه 10؟ حضرتك لا لا عشرة؟ لا حضرتك هيبقى احنا الرينج بتاعنا لا يقل تقريبا عن 30 طالب ولا يزيد عن 60 طالب علشان نحقق الاستفادة. 60 طالب في ايه؟ 60 طالب في الكلاس نفسه، يعني المجموعة بتتكون من 60 طالب. 60 طالب. طب هو 15 جنيه دي في المرة الواحدة يعني في الحصة الواحدة؟ لا ده بقول لحضرتك ده الماكسيمم 60، انما احنا يعني شغالين تقريبا كده. دخلنا في مدرسة حكومة، في فصل حكومي يا فندم. هناك فرق ما بين الفصل الحكومي اللي الطالب فيه بيقعد ساعة أو ساعة إلا ربع. أنا لو أمي مش هتودي ابني طبعا في وسط 60 وحتى لو هتدوني ببلاش، لا يقعد في البيت يذاكر أحسن. بص حضرتك هناك مراكز تعليمية المدرس بيبقى قاعد قدامه 100 و150 طالب. هقول لحضرتك على حاجة، بالأمس كان في تجربة رائدة في مركز شباب حلمية الزيتون، ودي كانت مبادرة من الأستاذ محمد أبو ريا أستاذ ومعلم الجغرافيا، إن كان في حصة كاملة مجانية لشرح موضوع الخرائط لطلبة القسم الأدبي.
ازاي ترسم الخريطة، ازاي تحدد مواقع الخريطة وبلاد، ازاي تحل الاسئلة الخاصة بالخرائط. الحصة دي كانت مجانا. هقول لحضرتك الحصة دي كانت 3 ساعات، العدد يعني حضرتك هتفاجئي كان 340 طالب وقدروا ان هم يستوعبوا وقدروا ان هم انا يفهموا. عايز اقول لحضرتك ان انا قعدت ساعه بعد اللقاء، الطلبه والطالبات بيطلبوا مننا ان يتم تكرار هذه الحصه مره تانية لكم الاستفاده. طب احنا عملنا شاشات يا استاذه. يعني بص حضرتك، المدرس واقف في داتا شو بيعرض عليه، في شاشات موجوده، ال سي دي موجوده على كل سيكشن، واخد بال حضرتك؟ الطالب متواصل مع المدرس، ولو هو مش شايف على فرض جدلا ففي شاشه قدامه. طب خليني برضو اتوقف عند النقطه دي. يعني حضرتك اكيد ولي امر واكيد عندك اولاد. نعم. واكيد مروا بالموضوع ده. نعم. في حاله ان انا دلوقتي هودي ابني هيحضر مجموعه من سواء في اي ماده بقى من المواد، هي جغرافيا بس ولا كل المواد؟ لا كل المواد، انما امبارح دي كانت يعني حصه عامه لشرح الجغرافيا. امبارح امبارح وكانت مجانا على فكره بدون مقابل. تمام. فرض طبعا 340. تمام. طيب يبقى انتوا هتتكلموا دلوقتي في كل المواد. نعم. وطبعا هي حاجه كويسه جدا، انا مش عايزه اهاجمها، هي حاجه كويسه، ولكن تبقى كويسه اكتر او مفيده اكتر لو اتنفذت صح. بمعنى ان النهارده الطالب اللي ممكن يقعد في الفصل في وسط 350 ولا 400 طالب جنبه، يبقى خلاص هو ايه اللي هيخليه يروح مجموعات تقوية؟ يعني هيستفيد ايه؟ ما هو ممكن يستفيد من المدرسة اللي هو ينتمي لها. هقول لحضرتك استاذتنا الفاضلة، انا دلوقتي بنتقي المدرس اللي انا بفهم منه، بنتقي المدرس القادر على توصيل المعلومة، بنتقي المدرس اللي بيقدر يوصلني لمرحلة فهم وإدراك ان انا اجاوب على الأسئلة الإجابة الصحيحة اللي توصلني لمستوى التفوق. هل المدرس ده هيقدر يتعامل ويتجاوب مع كل الطلاب، مع هذا الكم من الطلاب؟ يعني في قدرات استيعابيه مختلفه بالنسبه للطلاب، هيعمل عليهم كنترول؟ في ناس نسب الذكاء بتاعتها اقل، في ناس نسب الذكاء بتاعتها اعلى. بتتكلمي على واقعة محدده اللي هي حصه مراجعه او شرح للخرائط، انما الحصص الاخرى اللي هي الحد الاقصى ليها 60 والحد الأدنى ليها 30، حضرتك المدرس بيتعامل مع الطلاب وبيديهم هوم وورك ومعاه استاف مساعدين حضرتك، ودولت بيبقوا برضو طلبة أو مدرسين تحت التدريب. لما بيدي للطالب أو الطالبة هوم وورك، الطالب بيبدأ يحل ويتجاوب. تاني حصة على طول لو في طالب مستواه أقل بيتصل بولي أمره وبيبلغه الطالب ده مستوى أقل، إذا ما كملش على مستوى عالي يبقى إحنا مش هنتعامل معاه ومش هيجي لنا تاني السنتر. طيب لو الطالب مستواه لا يصلح مثلا بالنسبة لزمايله اللي معاه. نعم. إزاي المدرس بيقدر يكتشف ده؟ هل هو بيقدر يعمل اختبارات لكل طبعا يا فندم كل حصة من الطلاب؟ يا فندم كل حصة زي ما قلت لحضرتك، كل حصة بيبقى فيه اختبار على ما تم شرحه، تمام؟ مدة ربع ساعة، وبيتلم هذا الورق والمساعدين اللي مع المدرس بيقيموا هذا التدريب وهذا الاختبار، وبيتم رصد الدرجات. وعندنا تليفونات أولياء أمور كل الطلبة، المساعدين المدرس وإحنا كإدارة مسؤولة عن المركز التعليمي، الطالب اللي هو بيبقى مستوى ضعيف بنتصل بولي أمره ونقول له إن ابنك جاب كذا أو بنتك جابت كذا. بالإضافة على صفحة المركز التعليمي حضرتك إحنا برضو بنقول هذا الكلام. في المقابل بقى الطالب المتفوق اللي هو بيجيب فول مارك في الاختبارات دوت أوتوماتيك بياخد الحصة التالية مجانا بدون أي مبالغ عليه. طيب تمام. إحنا بنتكلم إن المبادرة دي يعني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مبادرة حلوة جدا. تمام. حلوة جدا جدا. جميل. لكن أنا معلش اسمح لي، الحلو ما يكملش. بمعنى اتفضل ان انا ابني في المدرسه مثلا عنده في الفصل او في الكلاس بتاعه حاجه و20، ومدرسه خاصه على فكره مش مدرسه حكومه. جميل. انا ايه اللي هيخليني اودي ابني في مجموعه هتبقى اكتر اصلا من الفصل؟ أيوة. يعني المجموعه نفسها اصلا اكتر من الطلبه اللي موجودين. نعم. في المدرسه. فانا مش عندك حضرتك عندك. انا عايزه اقول لحضرتك بس على حاجه كمان، نقطه تانية، مش عايزين نعمل زي النعامه. احنا بنلاقي، انا ام وحضرتك اب اكيد عارف او بتشوف ناس تانيين، ان بياخدوا فلوس الدروس علشان ينزلوا يخرجوا مع ايه، مع صحابهم، ويقول لك ايه احنا رحنا الدرس. ال15 جنيه دي انا كأم مش هتفرق معايا، خد ال15 جنيه،
مفيش متابعه، مش هيبقى في متابعه، خصوصا ان الولد نفسه مش هيستفيد، بيقول لك انا كده كده اصلا ده انا 300 فرد او المينيمم، هنقول اللي هم 60 فرد. فليه المينيمم 30 الماكسيمم او المينيمم عفوا 30 والماكسيمم 60؟ طيب ليه احنا زي ما بنقول الحلو ما يكملش، عايزين الحلو بقى يكمل، بمعنى نزود عدد المجموعات التقويه ونزود عدد المدرسين، نزود المرتبات، نزود الفلوس علشان يبقى في نقدر احنا كاهالي نستفيد. طب انا هقول لحضرتك على حاجه ردا على هذا الامر، يعني انا لو طالب ثانويه عامه انا بسعى، يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، انا بنتي دلوقتي في اولى كليه اعلام وكانت السنه اللي فاتت ثانويه عامه، تنقلت ما بين المراكز التعليميه الخاصه لحد ما وصلت للمكان اللي هي قدرت ان هي تستوعب فيه. نفس الكلام ابني برضه بقى له 3 سنين مخلص ثانويه عامه، نفس الموضوع. الطالب يا استاذتنا الفاضله مش هيروح لمركز تعليمي الا اذا حس باستفاده. وده بقى حضرتك، واحنا كاداره، احنا كاداره بنتابع الطالب، ولو الطالب غاب بنتصل بولي امره، ابنك غاب النهارده خير في ايه؟ احنا بنتابع. وده بقى حضرتك، انا مع حضرتك ان المراكز التعليميه يعني 3 على مستوى محافظه القاهره والجيزه ده حاجه قليله جدا، والثانويه عامه بس يا فندم. ثانويه عامه بس احنا شغالين ثانويه عامه بس، لان طبعا دي تجربه اول سنه نعملها السنه دي، والتجربه دي كانت بعد مشروع القوافل التعليميه اللي احنا بننفذه. وعلى فكره القوافل التعليميه لسه مخلصين السويس الاسبوع اللي فات، وخلصنا اسكندريه وهكذا. واقول لحضرتك حاجه، القوافل التعليميه كان فيه 7200 طالب في اسكندريه، وكان فيه حوالي 5000 في كفر الشيخ، وبنروح مرسى مطروح، وبنروح حلايب وشلاتين، يعني بنجوب محافظات مصر كلها حضرتك في القوافل التعليميه. القوافل التعليميه نفس المدرسين اللي هم بيشتغلوا معانا بيطلعوا للطلاب اللي في المحافظات النائيه او المحافظات اللي ما فيهاش المستوى دوت، وبرضه بيعملوا لهم مراجعات على المواد وكيفيه انك انت تقرا ورقه الاسئله ازاي، ازاي الاسئله بتجيلك، تبدا تجاوب ازاي عشان تحصل على الدرجات العاليه. طب استاذ كرم، يعني هل انت شايف وبكل صراحه انه المجموعات دي او مجموعات التقويه اللي انتوا عاملينها دي بالتعاون طبعا مع وزاره الشباب والرياضه ووزاره التربيه والتعليم هتغني او هتساعد الاهالي على ان هم يتخلصوا نهائيا من الدروس الخصوصيه؟ خلينا نجاوب على السؤال ده، ولكن بس معانا استاذ ناصر على التليفون. صباح الورد عليك استاذ ناصر. كرم على ضيوفك الكرام. ايوه معاك الحاج ناصر قراش من شمال القمه يا استاذ. اتفضل، اهلا بيك. معايا استاذك؟ معاك، اتفضل. طيب صباح الخير اولا، صباح الورد عليكم وعلى ضيوفك الكرام. صباح الله يخليك. بص يا استاذ، احنا عايزين الدروس الخصوصيه اللي هي التقويه بتاع الدروس الخصوصيه تتكون في مراكز تقويه للدروس الخصوصيه، تبقى تابعه لوزاره التربيه والتعليم، بس المدرسين اللي فيها ما يبقوش موظفين في المدارس ويطلعوا يدوا دروس خصوصيه، دول يفصلهم عن دول، بحيث اللي عايز يدي دروس خصوصيه يقدم استقالته ويطلع يدي دروس خصوصيه، بحيث ان احنا نفضي اماكن للشباب الثانيه. طب يعني استاذ ناصر اسمح لي، بس اسمح لي اتدخل معاك في الكلام. هو الطبيعي ان هم لما يجوا ياخدوا درس خصوصي ياخدوه مع مين؟ واكيد مع حد مدرس معاهم في المدرسه. ده الطبيعي. المدرس اللي معاهم في المدرسه، ومعظم المدرسين للاسف معظم المدرسين بيأثروا في الفصل او في الحصه بتاعتهم عشان يخلوا الطلاب يلجأوا ان هم ياخدوا معاهم دروس خصوصيه. يا استاذه بيبقى في الفصل، بعد اذن سيادتك اسمعيني بس شويه. اتفضل. بعد اذن سيادتك هو بيبقى في الفصل معاهم في الفصل، ممكن يسقطهم لو ما خدوش عنده دروس خصوصيه. طب ما ده اللي بنقوله. الثانويه العامه ما فيهاش تسقيط. بس الثانويه العامه خلي بالك ما فيهاش اعمال سنه، الثانويه العامه ما فيهاش اعمال سنه. فيسقطوا يعملوا اللي هو عايزه، ما فيهاش اعمال سنه. ننظم زي بره كده، ننظم مراكز للتقويه تبقى بعيد عن المدارس، والمدرس اللي عايز يدي دروس خصوصيه خلاص يقدم استقالته ويروح بقى يفضل دروس خصوصيه. ده انت عندك سيادتك دروس خصوصيه في الشقق وفي البيوت بال 50 طالب وبال 60 طالب وواحد ولا اثنين اللي بتدوهم ده كده يا استاذ ناصر. يعني كل المعلمين هيقدموا استقالتهم بقى. لا ما يقدموا سيادتك، ونفض مكان للشباب. استاذ ناصر انت اولاد حضرتك قد ايه؟ اولاد حضرتك قد ايه؟ اولاد حضرتك قد ايه؟ ده انا حفيد اولادي كمان، ده انا بدي لبنتي وابن دروس خصوصيه ب 500 جنيه في 500 جنيه في الشهر لبنتي، بس بنتي واحده بس. وعندي اولاد واولادي كلهم بياخدوا دروس خصوصيه بال 100 جنيه وبال 150 جنيه. ايوه في سنه كام بقى؟ يعني المراحل العمريه يعني كام؟ انا عندي بنت في اللغات ودي بيقرا مدرس انجليزي بياخد 300 جنيه، ومدرس عربي بياخد 200 جنيه. 300 جنيه في ايه؟ في الحصه؟ ايه؟ 300 جنيه في الحصه؟ لا في الحصتين في الاسبوع.
في الاسبوع؟ ساعتين في الاسبوع. طب استاذ ناصر انت ايه رايك في مجموعات التقويه دي؟ يعني هل انت ممكن تشجع احفادك ان هم ياخدوا مجموعات تقويه ولا لا؟ ما هو لازم ياخدوا مجموعات على بال ما التعليم يترافع بقى ويستولي التعليم يترفع لفوق، ما لازم ياخدوا دروس خصوصيه. احنا ما بنقولش لا، بس يبقى في مراكز خاصه ويدفع ضرائب ويدفع حاجات للدوله، ويبقى هو متخصص بقى للدروس الخصوصيه. خلاص احنا كده خلاص بصمنا ان في دروس خصوصيه مهما تحاربيها مش هتعرفي تحاربيها يا سيادتك. لا بس احنا هنحاول يا استاذ ناصر، يعني في مبادرات وفي مشاريع محترمه بنحاول بيها ان احنا يعني مش هنقول نتخلص نهائيا، ولكن يعني ايه ولو بنسبه قليله جدا نحاول نسيطر على الدروس الخصوصيه. ووجهه نظر حضرتك وصلت. اللي خدع المكسب ما يعرفش يتنازل عنه، النهارده المدرس بيعمل له النهارده. لا لا صدقني هيعرف يتنازل. عارف امتى يا استاذ ناصر؟ عارف هيتنازل امتى؟ لما الوزاره او المدرسه سواء بقى خاصه او حكومه تظبط له المرتب بتاعه، فخلاص انا هتعب نفسي ليه؟ يعني انا المدرسه النهارده سيادتك الفصل يبقى فيه 120 طالب، النهارده هيعرف مين هيفهم في 120 طالب واحد واقف عليه؟ انا بايدك جدا. عموما احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ ناصر، ووجهه نظرك وجهه نظر حضرتك وصلت. طب خلينا ناخد استاذ علاء من القليوبيه. استاذ علاء صباح الورد. صباح الورد عليكم وعلى ضيف حضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك على كلام الموضوع. صباح الورد. النهارده عشان نحل ازمه الدروس الخصوصيه، لان انا عندي مراكز الشباب في محافظه القليوبيه وفي قريه بتمده لا تصلح ان هي تساهم، لان اساسا ما فيش فيها مكان وما فيش فيها اي انشطه، ولا تصلح ان هي تتعاون في حل هذه المشكله. وحل مشكله الدروس الخصوصيه بيتلخص في الاسره. النهارده السبب في موضوع الدروس الخصوصيه هي الاسره، لان النهارده الاسره تركت دورها الاساسي في متابعه الابناء داخل المدارس من خلال مجالس الامناء اللي موجوده داخل المدارس، لان احنا النهارده بنهدر اموال وبنهدر طاقات اللي هي المدارس الثانويه. حضرتك لو نزلت زياره لاي مدرسه ثانوي بالكاميرا وشفت الوضع داخل المدارس، مش هتلاقي ولا مدرسين ولا هتلاقي طلبه ولا هتلاقي فصول. انا النهارده لو مجلس الامناء بيروح ويحضر في المدرسه ويتابع ويشوف المدرس اللي بيشتغل والمدرس اللي ما بيشتغلش، والنهارده يتم التعاون ما بين الوزاره وما بين مجلس الامناء ان هم يجيبوا المدرسين اللي الاولاد يقبل عليهم. استاذ علاء، استاذ علاء اسمح لي، يعني دلوقتي حضرتك شايف انه هل الدروس الخصوصيه هيك سامعني؟ هل الدروس الخصوصيه محتاجه خطوات عشان نتخلص منها، ولا خلاص الدروس الخصوصيه دي بقت حاجه ثابته؟ يعني لا عايز اقول لك على حاجه، ان النهارده اولياء الامور حتى والطلاب قبل حتى ما يشوفوا المنهج فيه ايه بيقرروا ان انا في الماده دي انا هاخد درس خصوصي. قبل ما يشوفوا الماده دي هل هم هيقدروا اصلا يستوعبوها لوحدهم، او هيستوعبوها مع الحصه او مع المدرس بتاع المدرسه ولا لا؟ فهو من الواضح ان هي بقت حاجه يعني ثابته او حاجه موجوده اساسيه. استاذن حضرتك، هو ليه الطالب بيقبل على الدروس الخصوصيه؟ لان النهارده المدرسه لا تقدم الماده العلميه بصوره جيده، والنهارده معظم المدرسين داخل المدارس ما بيشرحوش داخل الفصول. عايز اقول لك على حاجه يا استاذ علاء، حتى لو بيقدموها بصوره جيده برضو الطلاب هياخدوا دروس خصوصيه. يعني هي خلاص بقت حاجه ثابته بالنسبه للناس. النهارده حضرتك لازم يتعاون الاعلام مع الاسره مع المدرسه مع الوزاره في القضاء على هذه الظاهره، لان احنا النهارده والله يا استاذ علاء على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نحل المشكله دي. انا فاهم الكلام ده، بس انا النهارده لازم يعني على الموضوع ده، والوزاره يبقى لها دور في محاربه هذه الظاهره، والظاهره دي اساسا دخيله على التعليم. لان النهارده انا عندي حل يا استاذ علاء. نعم انا عندي حل. ماشي، يا ريت نسمعه. الحل ان احنا نظبط المواد الدراسيه نفسها، المناهج نفسها تتظبط. صدقني المناهج لو اتظبطت والله العظيم ما هيبقى في اي دروس خصوصيه. والحاجه الثانيه سياسه القبول في الجامعات، ويتم تعديل سياسه القبول في الجامعات، ما تبقاش على اساس المجموع، والنهارده يبقى في اختبارات تاهيليه وقدرات للطالب يلتحق باي كليه، بحيث النهارده ما يبقاش النهارده عمليه المجموع هي الفيصل الاساسي في قبول الطلاب. طيب احنا بنشكرك. بس يا ريت يبقى في معايير موضوعيه لقبول الطلاب في الـ في الـ في الجامعات. طيب احنا بنشكرك يا استاذ علاء، وجهه نظر حضرتك وصلت، ويعني انا حاسه ان حضرتك جبنا لك احباط الصبح. لا 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 اطلاقا. احنا هنكمل وهنرد على كل المتصلين، ولكن احنا معانا كمان استاذه منال. صباح الورد عليكي. استاذه منال. صباح النور. صباح الورد، اهلا بيكي، اتفضلي. ايوه صباح النور. اتفضلي سامعينك. اهلا بحضرتك. لو سمحتي، انا ولادي عندي رابعه ابتدائي. أيوة. وعندي ثالثه اعدادي وعندي ثالثه ثانوي. لو سمحتي، الدروس الخصوصيه دي شيء اساسي جدا في الحياه.
اولا الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده كله واللي الاستاذ قاعد بيقول ده كلام كله في الفاضي. اولا ما فيش حد بيجي لنا كلام كلام لا معلش استاذه منال، استاذه منال حضرتك بتقولي الكلام اللي كلنا بنقوله ماله؟ كلام مش مظبوط. اولا احنا ما حدش بيجي لنا خالص. حدش بيجي لكم فين؟ ايه يعني ايه الكلام اللي مش مظبوط حضرتك بتقوله؟ قاعد بيقولوا ان عمليه لجان بتيجي وحد بيجي يبص، محدش بيجي خالص. لا محدش بيجي فين؟ هي مبالغ دروس خصوصيه طائله. طب الاهالي اصلا مش ملحقاها. طب استاذه منال استاذ كرم بس هيرد على حضرتك. بس فين يا فندم وقولي محدش بيجي فين وانا هرد على حضرتك يا استاذه منال. حضرتك بتقول في لجان بتيجي وبتبص وبتشرح للاولاد ازاي يحلوا ورقه الامتحان وازاي يبصوا على لا حضرتك فهمتي غلط. لا ثانيه استاذه منال استاذه منال لا حضرتك فهمتي غلط. دي في المجموعات التقويه اللي بتتعمل خارج المدارس مش في المدرسه. اولا المجموعات التقويه اصلا المدرسين بيقضوا عليها بالفشل. اولا بيقضوا عليها بالفشل. طب انت فين؟ انت حضرتك منطقتك فين؟ انا ابني ضعيف. بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. حضرتك بتتكلمي على مجموعات التقويه اللي المدارس بتعملها ولا المجموعات اللي معموله من وزاره الشباب والرياضه؟ بيعملوا مجموعات. اتفضلي سامعينك. المدرسين اصلا بيعملوا مثلا درس خصوصي، درس خصوصي ده 30 عيل، 30 عيل دي مجموعه بتبقى ب 30 جنيه. مظبوط. انا ابني في مدرسه لغات بيبقى 50 عيل، انا لما ابني اوديه 30 عيل استفادته ايه؟ هيستفيد ايه؟ ولا اي حاجه. مناهج المدرس بيدي حصه زيها زي اي حصه في المدرسه ويطلع من درس على درس على درس وبينتهي الفيلم. حضرتك في انهي منطقه يا استاذه منال؟ احنا في طوبة كفر الشيخ. كفر الشيخ طوب. بس يعني هو يمكن موضوع المجموعات التقويه دي بتبقى نسب الطلاب اقل شويه من الفصل، يعني اعتقد ان المجموعات التقويه بتبقى معتمد على ده يعني. لا انا متفقه مع حضرتك جدا على فكره ان مفيش ان فعلا نسب الطلاب في مجموعات التقويه اصلا زيها زي الفصل. عايز تفهم افهم مش عايز تفهم. طيب المساله بنشكرك يا استاذه منال وتابعينا. هو انا طبعا بشكر الساده الافاضل المشاهدين اللي انا بس عايزه اقول لا قبل ما اي حاجه انا عايزه اقول لحضرتك انه يعني خلي عندك التفاؤل اللي كنت داخل بيه لان يمكن حصل حاله من الهجوم من كل المتصلين ويمكن احنا كمان بننقل وجهه النظر بتاعه المشاهد. يعني وزاره الشباب والرياضه في مشروع تم تنفيذه اعتبارا من شهر 9 سنه 2015 هتستطيع ان تحل مشكلة أزلية ومزمنة في المجتمع المصري وهو مشكلة التعليم سواء كان مناهج أو مدارس أو معلم أو طالب أو دروس خصوصية؟ إحنا حضرتك طرف شريك بنحاول إن إحنا مع الدولة بنسعى إلى وضع برامج وأنشطة وتقنيات معينة عشان نحاول نحل. طيب انا سالت حضرتك قبل ما استاذه منال تتكلم عن انه هل مجموعات التقويه دي هتغني او هتساعد ان احنا نتخلص ولو بنسبه قليله جدا عن الدروس الخصوصيه. هقول لحضرتك حاجه انا يعني خلينا يعني صراحه زي ما اتكلمنا قبل الهوا واخد بال حضرتك. احنا قلنا ان مراكز الشباب التعليميه لن تغني عن الدروس الخصوصيه. وبكرر تاني ان مراكز الشباب التعليميه احنا شغالين في ثلاث مراكز فقط لا غير، وشوفي حضرتك عندنا كام الف طالب، لن تغني عن الدروس الخصوصيه، ولكن لابد من تكاتف جميع الجهات في القضاء على هذه الظاهره، وزاره الشباب والرياضه، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الحكم المحلي، واخد بال حضرتك الساده المحافظين، يعني المحاصره لهذه الافه تكون من جميع الجهات التنفيذيه. اما وزاره الشباب في مشروع المراكز التعليميه احنا بنحاول ان احنا نخفف الحمل شويه على اولياء الامور، يعني لو ولي امر ما عندوش استعداد انه يدفع لابنه 50 جنيه في حصه فهو بيدفع 15 جنيه في حصه. هو اكيد ولي الامر كل همه ان ابنه يستفيد اكيد. حضرتك ما هو انت لازم حضرتك دلوقتي في رغبه وقدره. الرغبه ان ابني يستفيد، القدره على تحقيق هذه الاستفاده، القدره دي بتختلف، قدره ماليه
وقدره معنويه وقدره في ان انا والله ولي الامر لو هيشحت علشان خاطر يدي لاولاده دروس اداني بيعملوها. هقول لحضرتك علشان على حاجه عايز ابنه يعني يدخل كل اب نفسه في ابنه يدخل كليه طب، كليه القمه، طب هندسه، الحاجات الكليه دي. ودي برضو ثقافه انا في وجهه نظري هي ثقافه خاطئه. لا حضرتك بتتحدثي كما لو كنا في يعني كوزاره شباب في برج عالي. لا انا بقول لحضرتك نحن مع العائلات، وسيادتك لو حضرتي معانا في اي مركز من المراكز التعليميه هتشوفي ان كان في اولاد لم يتوجهوا الى اي مركز تعليمي او درس خصوصي لظروفهم الاقتصاديه. طيب نقف عند النقطه دي عند الظروف الاقتصاديه دي بس ناخد معلش عشان المداخلات والتليفونات كتير وعايزين يكلموا حضرتك. لا لا اهلا بيهم. طيب خلينا ناخد مين؟ استاذ نهاد. استاذ نهاد صباح الورد على حضرتك. استاذ نهاد هستاذنك بس وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. عندي يا فندم عندي حل كويس جدا لمشكله التعليم. قول. بس ده يعني هياخد شرح طويل كتير جدا، بس هو بتركز على اربع جهات. على المدرس وعلى الطالب وعلى ولي الامر وعلى الحكومه. تمام. بالعكس كمان انه هيدخل دخل كويس جدا للحكومه. بس الموضوع هيطول شرحه تماما. ايوه يعني ملخص للفكره اللي عند حضرتك. ملخص الفكره كلها ان هتيجي في اول السنه، اول السنه الدراسيه، وهنعمل استماره شامله للطالب والمدرس وولي الامر، بحيث ان الطالب في اول السنه يبقى عنده قدره على الاختيار انه يحضر مدرسه او ما يحضرش، لان ثلاث ارباع الطلاب على مستوى الجمهوريه او كل الطلاب على مستوى الجمهوريه عمرهم بتاتا ما يستغنوا عن الدروس الخصوصيه مهما كانت الظروف. انت بتتكلم على فئه، على مرحله معينه، على ثانويه عامه مثلا، ولا على كل المراحل يا فندم بتتلخص؟ طب يبقى هم عموما يعني بدايه الفكره ان هم كلهم مش هيحضروا، يعني اي طالب اذا تخير ما بين ان انت تحضر او تروح المدرسه ولا تفضل قاعد في البيت اكيد هيختار ان هو يقعد في البيت، لان مفيش طالب عايز يطلع يصحى بدري ويتعب ويشيل كتب قد كده على ظهره، ويعني بتبقى في ماساه يعني او بيبقى في ظلم دايما للطلاب، فاكيد هو مش هيختار ده، اكيد ان هو هيختار العكس. طيب معانا كمان استاذه هناء. صباح الورد عليكي استاذه هناء. صباح الورد. صباح الورد، بس هستسمح حضرتك توطي صوت التلفزيون. وطي صوت التلفزيون، اسمعينا من التليفون. الو. ايوه استاذه هناء معاكي، اتفضلي. صباح الورد. صباح الورد عليك. لو سمحت لو هو في متابعه في المدارس باستمرار تشوف المدارس ما فيش اي نوع شرح خالص، العيال ما بيدخلوش الفصول. استاذه هناء انت ولادك عندهم قد ايه؟ ولادك قد ايه؟ انا معايا واحد في ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي يتوجه للمدرسه بيلعب. ما فيش دخول الفصول، المدرسين بيقعد يشربوا شاي ويحكوا ليه؟ بيريحوا نفسهم وقت المدرسه عشان بعد المدرسه بيدوا الدروس. محافظه ايه يا استاذه هناء؟ مفيش متابعه خالص يعني من اول السنه. حضرتك محافظه ايه يا استاذه هناء؟ انغاب من المدرسه عشان يقعد يذاكر. طبعا يا اجازه يا يعني بيحيرونا حتى في الاجازه، ما فيش اجازات. طب حضرتك من محافظه ايه؟ محافظه اسيوط. طيب لو مجموعات التقويه مدينه ابو تيج. طيب استاذه هناء المدارس وشوفوها. طيب استاذه هناء في حاله ان فيها ايه؟ طب اسمعيني بس هقول لك على حاجه هحاول احل معاكي المشكله. نعم. في حاله ان مجموعات هحاول احل معاكي المشكله يعني نفكر مع بعض. في حالة إن مجموعات التقوية اللي معمولة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة جت عندكم في المحافظة. أي. هل أنت هتشجعي ابنك إن هو يحضرها أو يشارك فيها ولا لأ؟ يعني أنت مع الفكرة دي ولا لأ؟ لو يعني لو أنا عرفت المجموعات التقوية دي فيها شرح وابني هيستفيد منها أنا أول واحدة أودي. هخلي الواد يروح. لكن ما الكارثة إن ما بيستهتر بالمجموعات التقويه. انا في مدرسه وعارف وممكن اقول لك حاجه يا استاذه هناء كمان اكتر بالدروس الخصوصيه او يعني بيديها الاولويه اكتر من مجموعات التقويه دي حقيقه. وعايزه اقول لك حاجه كمان يا استاذه هناء معلش يعني انا يمكن ام وبعاني من نفس المعاناه اللي حضراتكم كلكم بتعانوا منها من كم الدروس الخصوصيه، يمكن انا ابني لسه برضو صغير يعني الرك برضو على الاهل وعلى البيت. انا لما اجي اقول لابني انت مش هتاخد درس خصوصي وهتقعد تركز في المدرسه، صدقيني هيقعد يركز، لكن هو عارف مامي بتديني درس انا هقعد بقى ايه مش هلعب أروح بس بيقعد دماغي بقى في المدرسه. لا بيقعد يركز بس ايه بيلعب قال ايه مش عارفه بيعمل ايه. فدي يعني برضو دور الاهل. خلينا بنشكرك وناخد استاذه اميره.
استاذه اميره صباح الورد مش معنا، الخط قطع. طيب انا عايز اسال حضرتك برضو على حاجه، يمكن دلوقتي استاذه هناء ذكرت موضوع الاهل وان الاهل بيشجعوا الابناء او الطلاب ان هم ياخدوا دروس خصوصيه، طب والزمايل برضو يعني الصحاب، لما واحد يلاقي صاحبه ان هو متعود انه ياخد دروس خصوصيه، مش بيبقى فيه حته تقليد انه انا اشمعنى هو بياخد درس وانا ما باخدش درس؟ حضرتك الحاجه هي الموضوع كله شبكه، مش هتقدري حضرتك تفصليها عن بعضها. الشبكه الاهل، الاصدقاء، قصور المدرسه، ومعذره يعني ان انا بقول قصور المدرسه، لان المدرسه لو هي عامل جذب وليس طرد صدقيني كل الطلبه هيروحوا. اسمح لي اقول لك ان قصور المدرسه نمره واحد، بعد كده الصحاب، بعد كده الاهل، لان الاهل بيبقى الجانب يعني المظلوم، الجانب التنفيذي او الجانب اللي عايز يريح او اللي عايز الجانب التنفيذي والممول للموضوع. كل ام وكل اب بيبقوا عايزين ابنهم يبقى احسن حاجه، فالطبيعي ان هم بيلبوا له رغباته في حاله ان هو ده اللي هينجحه. يعني هقول لحضرتك انا كنت في حديث بالامس يعني مع احد الساده الافاضل في البرنامج العام قبل ما نطلع الهواء وهو بيغطي لي حصه المراجعه، فقلت له حاجه مهمه، قلت له لو المدرسه نفذت العمل فيها زي ما احنا ما بننفذه في المراكز التعليمية، انا متأكد حضرتك ان هيبقى في اقبال من الطلبة على المدرسة. أيه بس عايز بمعنى حاجة. ان انا ما اديش حصة ساعة الا ربع واقول للمدرس يخلص لي فيها فصل من مادة في ساعة الا ربع، وده بال حضرتك لا، لازم انا احدد واقول للطلبة النهاردة مثلا هيبقى في سي درس فيزياء، الأستاذ فلان الفلاني هيدي الفيزياء محاضرة من الساعة كذا إلى الساعة كذا، تمام؟ وعلى يعني بالخط المتوازي هيبقى فيه الأستاذ فلان والأستاذ فلان والأستاذ فلان. طالب الثانوية العامة بقى يشوف مين المدرس اللي هو هيتوافق معاه وهيقدر يفهم منه وهيقدر يتعامل معاه ويحضر معاه، وعلى هذا الأساس برضو بقية المواد. طبعا. إنما علشان حضرتك نقول النهاردة 3-4 حصص لحد الساعة 12:30 والطالب ما يلحقش المدرس يخش يقول صباح الخير، يبص يلاقي الحصة انتهت، بالإضافة لموضوع الغياب يعني اسمحيلي حضرتك، موضوع الغياب لما اترصد 10 درجات على الغياب هاجت الدنيا وماجت على وزارة التربية والتعليم. لا، احنا عايزين نعالج يا جماعة هذه المشكلة معالجة جذرية. أولا المناهج، ثانيا الالتزام، ثالثا احنا خلينا نقف عند النقطة دي عند الحلول، يعني احنا اتكلمنا في المشاكل، انا دايما بحب دايما اقول ان ندي حلول، يعني يبقى يمكن انا ادي فكره لحضرتك، مروه تدي يعني كل واحد بيبقى عنده ممكن افكار ممكن تبقى بسيطه بصراحه كانوا بيشاركونا تحل حاجه في المشكله يعني. طيب خلينا ناخد مدام ايزيس. مدام ايزيس صباح الورد على حضرتك. الو. ايوه صباح الخير. صباح الورد، اهلا بيكي اتفضلي. صباح الخير. صباح الورد، اهلا بيكي اتفضلي. انا عايزه بس اقول، عايزة أقول بس اقتراح ممكن؟ اتفضلي. طبعا دلوقتي كانوا قالوا قبل كده هو ان في 10% على الأنشطة. استاذنك وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. اتفضلي حضرتك. ايوه، فليه ما تبقاش الأنشطة أصلا موجودة في قلب المدرسة عشان نخلي الولد نفسه يروح المدرسة. ده بتتكلمي على سن كام، على أنهي مرحلة؟ على كل السنين، من الثانوية العامة الأولى ابتدائي. طب حضرتك شايفة إن إيه اللي هيحصل من ورا ده؟ يعني إذا يعني مثلا المجموع مثلا يتقسم مثلا 10% مثلا أنشطة، 20% إحنا زمان كنا بناخد تدبير وأشغال ومجال زراعي ومجال صناعي، وممكن تكون المدرسة في الوقت ده منتجة. فيعني ممكن المدرسة نفسها تصرف على نفسها. انا فاهم حضرتك بتتكلمي على ايه، على الاكتيفيتي اللي بتتعمل في البيت اللي هو اصلا الام والاب هما اللي بيقعدوا يعملوها، مش الاولاد هما اللي بيعملوها اصلا. أيوة. أنا نفس المشكله والمعاناه. لا، ما هو يبقى في حصص متخصصه، حصص متخصصه في قلب الـ المدرسه، بحيث ان هو يبقى مثلا 10% مثلا للانشطه اللي هي لعب كوره، مسرح، موسيقى. الموسيقى دي احنا ما بنسمعش عنها في المدارس. يعني اكيد طبعا ان دي حاجه بتنمي المواهب وكمان بتظهر المواهب، و10 درجات على حاجات بيحبها.
ايوه أكيد. مثلا وعشر درجات تانية مثلا على المجال الصناعي مثلا، ليه ما نعملش مثلا مطابخ، كراسي، سفره، حاجات زي كده. بس الاول نقلل المناهج علشان ما ياخدوش، ده بياخدوا حصص البي اي بتاعت الالعاب وبتاعت الرسم وبتاعت الموسيقى والحاجات دي، فيعني يا ريت نقلل المناهج عشان يبقى فيه اصلا. لا بس ده من الحلول برضو الحلوه والله، يعني هو حل من الحلول المشجعه برضو بالنسبه للطلاب. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا في المراكز التعليميه أولادنا في المراكز التعليمية بكرة إن شاء الله طالعين رحلة شرم الشيخ ضمن مبادرة تنشيط السياحة اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة، رايحين من بكرة إن شاء الله وراجعين يوم 5. يعني أقول لحضرتك الإقبال رهيب جدا، وده نشاط من الأنشطة اللي بتنفذها الوزارة مع أبنائنا في المراكز التعليمية. يا أستاذة دور المدرسة لابد أن يختلف، دور أكيد. المدرسة لابد أن يكون دور تعليمي، دور تربوي، دور تنمية مواهب، دور اكتشاف أنشطة، اكتشاف مواهب للأولاد. وده حاجة يعني نتمنى من لجنة التعليم في مجلس النواب القادم الحالي يعني إن هي تناقش هذا الموضوع مع مجموعة من المتخصصين. وست الرئيس عبد الفتاح السيسي متهيألي طالب إن يبقى فيه فعلا تخفيف، يا فندم لازم يتغير كل حاجة ويبقى فيه حوار مجتمعي حول تطوير المنظومة التعليمية. عشان معانا برضو تليفون بقاله فترة يعني. أستاذ عبد العزيز صباح الورد عليك. صباح الخير يا فندم. أهلا بيك تفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الورد صباح تفضل. والله انا يعني اسمع من الصبح متابع ومتابع البرنامج وسمعت اراء الناس، بس انا عندي راي ثاني. اتفضل بس هستسمع حضرتك وطي صوت التلفزيون بس عشان نسمعك كويس. طيب حاضر اتفضل. حاضر 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 يا فندم حاضر اتفضل. حضرتك المدرس اصلا حاليا غير مؤهل ان يدي الحصه بتاعته، وغير يعني ما عندوش قدر كافي بالعلم او الماده العلميه اللي بيدرسها. تمام، خلينا نقول يعني خلينا نقول يا استاذ عبد العزيز ان في نسبه من المدرسين مش كل يعني التعميم يعني ما نعممش برضو عشان ما نظلمش باقي الناس اللي عندهم قدر جدا كبير وبيقدوا عمله على قدر من الكفاءه والعلم والخبره، لابد ان احنا نديهم حقهم ولا ننتقص من قدرهم. سادة المدرسين معلمين أفاضل، إذا كان هناك قلة قليلة ليس لديها الخبرة أو ليس لديها العلم الكافي فهذا لا يعمم بالنسبة للسادة المدرسين. فيعني أرجو أن احنا لا نعمم مشكلة، ولكن احنا بنتخطى هذا الموضوع عشان نحل المشكلة. طيب اتفضل أستاذ عبد العزيز احنا معاك. الخط تقريبا فاصل. طيب خلينا طيب ناخد أستاذ علي. أستاذ علي من القاهرة صباح الورد عليك. صباح الورد. اهلا بحضرتك اتفضل. الورد يا استاذ علي. لا سمحت كان عندي حل بسيط بس كده للموضوع. اتفضل بس علي صوتك معلش عشان صوتك مش واضح شويه. استاذ علي طيب الخط فصل معلش. طيب خلينا نرجع برضو يعني انا عايز اعرف راي حضرتك في المشاهدين وفي اتصالاتهم وفي ارائهم، ان كل حد عمال يشاركنا بحلول ودي حاجه ايجابيه جدا. انا هقول لحضرتك على حاجه، انا زي المشاهد يعني، انا قدام الكاميرا دلوقتي انا ضيف، بره الكاميرا انا ولي امر لاولاد في مراحل تعليميه مختلفه وبان من نفس الاوجاع اللي هم بيئنوا منها، ولكن احنا بنحاول ان احنا نتخطى حاجات معينه حضرتك في المشاكل وبنحاول ان احنا نتعامل مع المشاكل. المشكله دلوقتي مشكله لابد ان تتدخل الدوله بكافه اجهزتها، لان صدقيني التعليم هو اهم مشكله بتواجه التنميه. لازم تغيير المناهج التعليميه، لازم تغيير اسلوب المدارس التلقيني، لازم اسلوب الاختبارات وشبح الثانويه العامه ده يختفي من البيوت. صدقيني يا استاذه لو الشبح ده اختفى من البيوت هتلاقي فيه قله بقى في الضغط. احنا نامل في ده يا استاذ كرم اكيد. طيب احنا معانا استاذ بهاء من المنيا، ويعني راي حضرتك هيبقى مهم جدا لان حضرتك مدرس. صباح الورد عليك. استاذ بهاء. ايوه السلام عليكم. اهلا بيك. وعليكم السلام اتفضل. لو سمحت انا عايز اشارك معاكم. طبعا اتفضل. انا ليا ملاحظه بالنسبه للحوار اللي انتوا شغالين فيه، الحوار ببعيد عن الواقع تماما. الاول بس حضرتك مدرس ايه؟ حقه في جمهوريه مصر العربيه. احنا عايزين نعرف الاول حضرتك مدرس ايه؟ انا مدرس لغه عربيه. لغه عربيه اهلا. وخبره 30 سنه ما شاء الله ما شاء الله. طيب احنا بنتكلم بشكل بعيد عن الواقع في ايه بالظبط؟
في ان المدرس مش واخد حقه عشان تكلموه على الدروس الخصوصيه. مرتبات المدرس ادنى مرتبات في الحكومه المصريه. لا حضرتك مش متابع الفقره، لو كنت متابع انا نفسي قلت الكلام ده، ان مرتباتكم ضعيفه وقليله جدا، ولازم لو في زياده في المرتبات انتم مش هتلجأوا للدروس الخصوصيه، لان انتم مش ما فيش حد بيحتاج ان هو يتعب نفسه. حضرتك بس مش متابع من اول الفقره. انتوا بتناقشوا ايه؟ انتوا بتناقشوا طب انتوا بتناقشوا دروس خصوصيه. نقش الاول مرتبات المعلمين توازي مرتبات القضاء. احلى السويد يعني ارجوك يا استاذنا الفاضل، مش عايزين نخرج عن النطاق بتاع الحلقه اللي هو هم القضاء بياخدوا كام؟ القضاء بياخدوا مبالغ برضه كبيره جدا في المدرسين والمنظومه التعليميه. لا مفيش الكلام ده. طب انا عايز اقول حاجه استاذ بهاء، مرتبات القضاء موجوده على السوشيال ميديا. انا قرايبي واهلي واصحابي قضاء، مفيش مرتبات. اسمعني بس في حاجه، انا ليا اصحابي قضاء، مرتباتهم وصلت المبالغ دي. طيب استاذ بهاء خلينا بس نتكلم في الموضوع الشهر. طيب انا مدرس هديري. انا استاذ بهاء اسمح لي بس هقول لك على حاجه، احنا بس عشان احنا دخلنا في كذا موضوع، خلينا نتكلم في موضوع واحد. احنا اتكلمنا على فكره في مرتبات المعلمين واتكلمنا في ان هي قليله، ولكن هسالك سؤال وترد عليا بكل صراحه. الكدر. هل ان المعلم بياخد مرتب قليل ده ذنب الطالب؟ وهل ده معناه ان هو يبقى فيه تقصير في الحصه او في طريقه شرحه الطالب؟ وهل ده يخلي المعلم يجبر الطالب ان هو ياخد درس خصوصي؟ انا عايزه اجابات على الثلاث اسئله دي. وهل طبق على حضرتك الكادر ولا لا؟ طيب لا معلش، وهل لو المرتبات زادت حضرتك مش هتدي دروس خصوصيه؟ انا مدرس تقريبا 30 سنه. احنا طب اسمحي لي، انا مدرس اديري 30 سنه بنشتغل بما يرضي الله في المدارس بتاعتنا. تمام. خلي بالك معايا. ثانيا الطلبه بتاعتنا برضه بتاخد دروس خصوصيه لانها آفة في البيوت المصريه. ايه اللي خلى البيوت المصريه تلجا للآفة دي يا استاذ بهاء؟ وخبره يا استاذ بهاء، يعني نعم. دلوقتي حضرتك بتقول ان انت بتقوم بدورك بكل مهنيه، انا مش بتكلم بشخص حضرتك، انا بتكلم في المعلمين بشكل عام. حضرتك مش هحتاج اخد في العربي درس خصوصي. ايه اللي هيخلي اولياء الامور يلجأوا للدروس الخصوصيه او الطالب يلجأ للدرس الخصوصي الا اذا كان المعلم فيه تقصير؟ الآفة في الدروس، الآفة في المجتمع. طيب يبقى المشكله أيوة. عند المجتمع بقى مش عند ما هو الآفة دي. ما هو انا خليني اقول لحضرتك بس حاجه، ولي الامر واخدها موضه الدروس الخصوصيه. لا استاذ بهاء، مفيش آفة بتنتشر في المجتمع الا لو في ضروره. تمام. نعم. ولو آفة سلبيه بتتهاجم، ولو آفة ولو تمام. في شيء ايجابي بيدعم، صح ولا لا؟ معايا ولا لا؟ نعم. تمام. نعم. اذا احنا بنتكلم على حاجه سلبيه، الدرس الخصوصي، الاهالي بيطلع عينيهم في الفلوس، الطالب بيبقى معتمد اعتماد كلي وجزئي على الدرس الخصوصي، فبيبقى مش عايز يحضر الحصص، بيبقى مش عايز حتى يركز في الحصه حتى لو كان المدرس بالفعل عنده ضمير، صح ولا لا؟ نعم. طيب يبقى اذا احنا متفقين. أنا عايز معلومه بس، المدرس مهما يبذل من جهد بنظره المجتمع للدرس الخصوصي انها واخدها كموضه، بياخدها ان ابن بياخد درس خصوصي. طب ممكن يحصل اللي عنده موضه عايز يدفع فيها فلوس يا استاذ بهاء؟ خليني اقول لك على حاجه، الموضه في كل حاجه، احنا ممكن نكون بنعمل موضه لبس ولا شعر ولا شكل، ولكن موضه ان انت تقعد تدفع فلوس هيبقى فيها اهدار للوقت بشكل مستمر لابنك، ده صعب جدا. وبعدين معلش عايز اسال حضرتك على سؤال، حضرتك بتدي دروس ولا لا؟ احنا ما نعرفكش. لا انا ما بديش، انا بقول لك انا بكلمك على حاجه. انا بكلمك احنا في الصعيد عندنا دروس ميته عشان تبقى عارفين، يعني احنا مش زي القاهره ولا الجيزه ولا اسكندريه، احنا عندنا ميته في الدروس. احنا بنحيي حضرتك يا استاذنا الفاضل، وبنشكرك انك انت بتادي عملك بمنتهى الامانه والحرفيه، وبنتمنى ان وزاره التربيه والتعليم يعني برضو تلاحظ هذا الموضوع اذا كان في ناحيه ماديه يتم تحفيز الساده المدرسين ليها. طيب في حاله ان المناهج اتظبطت وبقت في مستوى الطالب العادي وكل الطلاب قادرين على استيعابها، هل ده هيغير من موضوع الدروس الخصوصية ولا لا؟ هقول لحضرتك الحاجة يعني ده احتمال زي ما بيقولوا خيالي شوية، أتمنى من ربنا ان هو يبقى في حيز التنفيذ، وصدقيني يا ريت وزارة البحث العلمي تنظر إلى رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث التي تقدم حول تطوير التعليم، وبدل ما هي تبقى في الأدراج
تبقى في محل البحث ومحل التطبيق لما هو ممكن منها. طيب انا طبعا يعني بشكر كل مشاهدينا اللي كلمونا على الحلول وعلى الاقتراحات وكمان حتى على الاعتراضات، ويا رب نكون قدرنا نوصل وجهة نظركم وكمان نحللكم بعض المشاكل. هيك نورتنا وشرفتنا وان شاء الله تنورنا قريب مره ثانيه. استاذ كرم لطفي المدير العام، كرم عفيفي المدير العام بالاداره المركزيه بالبرلمان والتعليم المدني بوزاره الشباب والرياضه، وصباح الورد على حضرتك. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد على حضرتك يا استاذ كرم. صباح الورد يا فندم.